مشاهدينا الكرام، مرحبا الى واقع الشوط الثاني لهذه المباراة. الشوط الثاني بدأ الآن بين دفاع تاجنانت وأولمبي المدية. تركنا الشوط الأول بالتعادل، متعادل واحد مقابل واحد بين الفريقين. كرة لأولمبي المدية، محاولة التسديد، البحث عن عدادي وجانبية. طبعا سعيد مرحبا بك، أهلا وسهلا ثانية سعيد بوطالب محلل التلفزيون الجزائري. اهلا بك جمال، ومساء الخير مشاهدين الكرام كذلك. هشام ايضا مساء الخير. شوط ثاني ننتظر منه شيء الكثير، كنا نتوقع سعيد ان ينتهي الشوط الاول بهدف لأولمبي المدية، ولكن دفاع تاجنانت كان له راي اخر بكره ثابته بتنفيذ مخالفه مباشره في مرمى الحارس خيفر. نهاية الشوط الأول بسيناريو غير متوقع، واحد مقابلة واحد، سجل طبعا وعدل النتيجة بن ساح من جانب دفاع تاجنانت. نظن التعادل في الثانية الأخيرة من الشوط الأول راح يعطي جرعة معنوية للاعبي دفاع تاجنانت باش يزيدوا يسجلوا، ولكن نعرفوا أنه الآن أولمبي المدية راح يدخل بقوة أكثر باش يقدر يزيد يسجل الهدف الثاني. طبعا نذكر بنفس التشكيل بالنسبه لدفاع تاجنانت، بلك الروج متاحي، ترباح، عايد، حكاس، فرفول، فرلول، بن ساح، الطيب، دمان، عربي، وازبوتي كما بهلال يدرب فريق دفاع تاجنانت. اولمبي المدية بخيثر، بحري، بعوش، خرج بن عمار بعد اصابه، هناك رايه مرفوع ودخل دامبيلي، بولتواق، حريات، عدادي، سامر، بالعلم، مطراني مسجل الهدف بطريقة رائعة وعدل النتيجة بطريقة وكرة ثابتة رائعة. بن ساح عبد الحفيد يدرب فريق أولمبي المدية. سعيد حموش ثلاثي التحكيم، إبراهيمي أو رباعي التحكيم، إبراهيمي أو الخطأ، سمسوم قادم، وبن زهرة هو الحكم الرابع لهذه المباراة. ساقط على الأرض سلامات بن ساح، معدل النتيجة بكرة ثابتة ممتازة. لا، مخالفة جيدة من لاعب بن ساح في توقيت قاتل لأولمبي المدية. أولمبي المدية، وهنا نشوفوا الآن راح نشوفوا ردة فعل لاعبي أولمبي المدية من جانب المعنوي خصوصا، والعكس من جانب دفاع تاجنانت، بالك راح يزيد يتحمس أكثر باش يقدر يزيد يسجل أهداف أخرى. لأنه سعيد نعرف بأنه الجانب الذهني من جانب اللاعب الجزائري هو الحلقة الضعيفة. ضعيفة كثيرا، نعم جمال عندك الحق في هذه. نعرفوا أن اللاعبين الجزائريين ما يعرفوش يموتيفير وحتهم تلقائيا، يحتاجوا إلى وقت، ويحتاجوا واحد يعاونهم من جانب النفسي. لذلك نشاهد ونعرف بأن الأندية الكبيرة تستنجي دائما بأطباء نفسيين، أخصائيين نفسانيين، أطباء نفسانيين لمساعدة اللاعبين يعيشوا ضغوطات كبيرة. هي الكرة ممتازة، دفاع بقوة كبيرة، إخراج الكرة من حكاس بأمان إلى ركنية لمصلحة أولمبي المدية، ملعوبة على مرتين لمصلحة الأولمبي. محاولة المرور الممتاز والتوزيع العرضية البينية، ولكن تعود من جديد بالخطأ لهريات. استلم الكرة الثانية هريات، يمر هريات، تدخل من الدفاع، لا وجود للخطأ، مقطوع الكرة من جانب دفاع تاجنانت، تعود بسرعة ولكن مقطوع. بن ساح يحاول من هناك الكرة من طيب إلى رمي تماس، يقول الحكم للدفاع أو لأولمبي المدية. لبعوش الطاهر الأيسر لأولمبي المدية، القدم سبقت. ما كاش مخالفة هنا. نعم، كان قريب أيضا حكم السيد إبراهيمي، عمل آخر، مقطوعة في وسط الميدان من جانب، خطأ يقول الحكم. جمال، لاعب بن ساح عنده إمكانيات كبيرة، مستقدم كما قلنا هشام من شبيبة بجاية، عنده إمكانيات كبيرة، يعرف يلعب جيدا كرة قدم. أو الخطأ موجود. نعم، بن ساح بكرة ثابتة.
صعبة ولكن نشوف انه المدافع ضرب اولا الكرة ودب مع اليمين تاعو زاد بين القدمين. نعم. لكن اللعب النية السعيد هي لعب الكرة او ضرب الكرة اولا. نعم. وليس اللعب هاي الكرة داخل منطقة الجزاء محاولة بالراس الدفاع يرجع من جديد عبد الحفيظ تضرب تخرج الكرة لدفاع تجنان طاغي يحاول طيب او بنساحة بنساحة نعم نعم بنساحة مقطوع الكرة ثنائية من جانب اولمبي ندية عددي يلعب كرة طويلة تحت المطراني وحيدا والتغطية من دفاع من القائد عايب يخرج الكرة إلى رميت أو الحكم يقول إلى 55 جمال لاعب مطراني عنده ميزة جيدة أنه يطلب دائما الكرة في العمق في اتجاه المرمى وهذا شيء جيد لمهاجم. طبعا الورقة البديلة ستكون من جانب أولمبي ندية لتحريك الهجوم ربما بعد 10 دقائق من الآن أو ربع ساعة بتوقيت المدرب. المدرب هو الذي سيعرف وهو الذي يعرف متى يكون اللاعب البديل وفي أي وقت يمكنه أن يكون حاضرا وجاهزا لتقديم الإضافة. عددي يلعب كرة من الكرات الخاطئة تحويل من عبد الحفيظ ولكن بعيدة مباشرة للحارس بالكروش. دون لاعب شخريط من جانب أولمبي المدية هداف الفريق يمكن يدخل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني. هذا ثلاثة أهداف سجلها شخريط لحد الآن من جانب أولمبي المدية. قام للتسخين فقام معه الجمهور محبوب الجماهير محبوب أنصار أولمبي المدية. طبعا من جانب دفاع تجنانت عايب محمد شريف 6 مباريات الحارس بالكروش في غياب بقراني 4 مباريات بالكروش فارس لعب في البويرة وشباب باتنا واتحاد بسكرة وهناك بحري في رمي التماس. دفاع تجنانت كسب ثقة أكثر خطأ بإشارة من الحكم المساعد كان هناك تقديم الرجل صحيح. نعم صراحة ولكن نظن ما قاسوش أظن دانيك شوف مليح شوف ما قاسوش نعم الحركة نعم الحركة ونقدر نقولوا حيلة من المدافع موجودة اللي قدر يغلط بها الحكم. لوكاس خطأ بالكروش طويلة بالرأس من باوش مباشرة إلى رمي تماس. طبعا حتى لا ننسى يوم أمس كانت هناك فرحة وبهجة كبيرة بالنسبة لأعضاء المدعوين ولأعضاء القسم الرياضي بزواج الزميل بلال بناري. الكرة من هناك يوم أمس كانت الفرحة والبهجة زواج سعيد للزميل بلال باركولو ألف مبروك كل سعيد. نعم كل السعادة والبهجة والهنا ذرية صالحة يعقوب علي مازالوا شباب نفس الشيء من هناك الكرة محاولة ولكن خروج الحارس بالكروش في اللحظة المناسبة. نعم خروج كان هو عريس وكان منور نجما للعرس فوق العادة تحياتي للنور وشكرا لكل الحضور الذين شاركوا الزميل بلال هذه الفرحة الكبيرة من خلاله كذلك لكل الذين التحقوا بركب زواجهم أمس إلى واحد من العاملين هنا في المركب أمين دوخ زواج سعيد مبروك عليه دين الوجه. كرة لدمان تغطية الكرة المرور والخطأ نتيجة متعادلة هناك في باتنا جمال جبت عين ليلة إلى المصرية أو دمان يحاول المرور لحد الآن سعيد ما زالت عقدته المعادلة نعم معادلة الأرض والجمهور بالنسبة لأولمبي المدية حتى بهذا الأداء النتيجة متعادلة واحد مقابل واحد. لو سمحت جمال رانا نشوفه في الشوط الثاني هذا. نعم كرة مخادعة جمال أنا أشوفه في الشوط الثاني أكثر جرأة من دفاع تجنانت
الناحية النفسية. نفسية نعم. بعد تعديل النتيجة. نتيجة. خلاص تبديل الملابس. بالفعل. وهو غير خاسر يعني معدل. العكس تماما بالنسبة لأولمبي. ورانا نشوفه دائما اللاعب هذا من ساحة الكور تاعو المخالفات تاعو دائما ثابتة وخطيرة. الكرة الثابتة ملعوبة على مرتين الآن. محاولة ولكن الحارس في المرة الثانية إخراج الكرة من جانب عبد الحفيظ مباشرة للدفاع. طيب عاد لمساعدة الدفاع أو في وضعية دفاعية مع الحارس بالكروش. يرجع الكرة طويلة بالرأس من دمان. التفوق لدفاع أولمبي ندية. كانت محاولة من عريبي ولكن من جديد عريبي يحاول مقطوع الكرة صعبة وخطيرة من دمان البينية ولكن دفاع قد بولتوك تخرج الكرة إلى ركنية. صعوبات كبيرة نعم لدفاع أولمبي ندية وهجمات ومحاولات من دمان ودفاع تجنات. كما قلنا الجانب المعنوي راهو أكثر من جانب دفاع تجنات خصوصا بعد تسجيل الهدف التعادل في الثواني الأخيرة تاع الشوط الأول. ورا نشوفوه في الشوط الثاني راهو يضغط والحارس يخرج قوة كما ينبغي. طيب هذه المرة يحاول طيب أمام ثلاث لاعبين مقطوعة تحول إلى عملية هجومية من جانب أولمبي ندية. ينتظر المساندة موجودة في وسط الميدان. محاولة من مطراني يراوغ مطراني يتقدم مطراني يلعب كرة مطراني هايلة ولكن دفاع. كرة ثانية من جانب أولمبي ندية. هريات من هناك على الجهة اليسرى غير مباشرة ثنائية وحاول توزيع الكرة من هريات والمرور هايلة الكرة خطيرة والصعبة والدفاع يخرج. الكرة الثانية لعدادي داخل منطقة العمليات. عدادي يحاول ينتظر عدادي يوسع كرة ولكن بالرأس يخرج الكرة مفعول الكرة دمان دبيع أو دمان في هذه الكرة. محاولة من هناك يحاول أمامها بعوش مقطوعة تحول إلى عملية هجومية. بعوش يحاول يحتفظ بالكرة يوزع يمرر لعدادي من جانب عبد الحفيظ. الكرة مقطوعة بالخطأ دائما كرة عبد الحفيظ للدفاع فريق دفاع تجنيد والحارس بالكروش أمام مطراني تتحول إلى عملية هجومية. من هناك مباشرة الكرة لدمان يحاول دمان في هذه الكرة تغطية ممتازة من دمبيلي خرج الكرة مباشرة إلى رامي تماس. جمال لعب حفيظ نظن راهو يمر بمرحلة صعيبة. نعم كرة جميلة من هريات ولكن لا أحد في الاستقبال لا في الأولى مطراني ولا في الثانية عبد الحفيظ تمكن من هذه الكرة. بعد ذلك عدادي في صراع ولكن عبد الحفيظ أخطأ تقدير الكرة مرت الكرة من أمامه لم يتمكن من الوصول بالكرة وتضيع فرصة كبيرة لأولمبي ندية لمضاعفة النتيجة. الجمهور ينقلب عليه ولكن عدادي يحتج على الجمهور طبعا يقول ساندو صبروا عليه. بالعكس تماما العكس هو المطلوب. هشام أي مهاجم في كرة قدم يقدر يمر مرحلة صعبة فراغ. مرحلة فراغ ولكن المناصرين والجمهور الحقيقي لازم يساند اللاعبين تاعو. ضغط كبير نعم من جانب أنصار على عبد الحفيظ وربما في كرة قادمة قد يكون الأمر أو قد يختلف الأمر حتى وإن كان دفاع تجنيد يرفض ويلعب بصلابة كبيرة. محاولة مرور ممتاز من جانب الأولمبي ندية تمرر لعدادي. عدادي يحاول ينتظر يوسع داخل منطقة العمليات والدفاع بن علام قلب كرة بسرعة كبيرة إلى دفاع منطقة دفاع تجنيد الخطأ لا خطأ يكون الحكم دمبيلي يسترجع الكرة. جمال وكان قول لك عبد الحفيظ هو اللي يسجل هدف الفوز اليوم في الندية ممكن جدا هذه كرة قدم صحيح. صراع على الكرة صامر تفوق يقطع كرة من جديد تتحول إلى عملية هجومية من جديد من هناك هيدا الكرة محاولة لأولمبي ندية محاولة الدخول داخل منطقة العمليات قطع الكرة وإلى ركنية من جانب اللاعب الكبير عايب محمد شريف في هذه الكرة بكل ثقة وأمان لمصلحة أولمبي ندية. سخنت المباراة دفاع يخرج سمار في استقبال الكرة من جديد لأولمبي ندية ضعف حاولت المراوغة وتضيع اعتمد على المراوغة بنسحة ممتاز يحتفظ بالكرة يلعبها تغيير الاتجاه مباشرة لدمبيلي من هناك الكرة
جمال بن ساحة من جانب دفاع تجنانت وعدادي من جانب أولمبي المدية. هذه المباراة اليوم بين لاعبين مقطوعة، ولكن خطأ يكون الحكم. فريات غير راضي على قرار الحكم السيد إبراهيمي. مقطع الكرة بقوة، ولكن ما كانش هناك تدخل قوي. عريبي، عريبي الكرة إلى ربي تمس. عريبي من الناحية الفنية سعيد. نعم. قولوا هو هداف يلعب داخل البوكس. نعم. ولكن عريبي معروف يحب يطلب الكرات المساحات، ولكن داخل البوكس يعني. نعم. بحري من جديد. الكرة إلى ربي تمس. تلعب من بحري بولتوك دمبيلي بعوش ارتكب الخطأ، ضيع الكرة وارتكب الخطأ التكتيكي لأنه راح تحول الكرة إلى عملية هجومية. نعم. تقدم الرجل والعرقلة واضحة على دمان على 25. كرة لعايب، عايب محمد شريف أو محمد أشرف، ست مباريات وهذه السابعة كأساسي في تشكيلة فريق دفاع تجنان. بدأ يسترجع التوازن والصلابة. من جديد الدفاع في كرة صعبة، الأولى والثانية مقطوعة. بلالا يسترجع الكرة، عتدي بعوش يوزع كرة تضرب بأحد اللاعبين وتروح سهلة للحارس بالكروش، يربح وقت، يمتص الحرارة. تفاعل مع شويتر، مع استدعاء شويتر ليأخذ مكان. شخريت نعم شخريت ابن مدينة خشنة. نعم هو ابن خشنة وصاحب ثلاثة أهداف لحد الآن. هيلة الكرة محاولة من جانب بن ساحة يحاول، ولكن تغطية من دفاع بولتواك يتفوق يلعب الكرة مباشرة. مدى الأفضل يقول الحكم أحسن ما فعل في هذه الكرة. محاولة من المطراني أمام ثلاث لاعبين ومقطوعة الكرة من جانب الدفاع. جمال لاعب مطراني لعبها جيدا، ولكن كان قادر يمد صاحبه لو شد راسه قليلا يمد اللاعب عبد الحفيظ. كان في وضعية أحسن. نعم. من الجهة الأخرى عبد الحفيظ يتفاعل الجمهور مع الكرات ومع هيا ملعوبة هيلة من مطرالي. هو من مرر لنفسه الكرة. نعم. في هذه اللقطة والحركة بالفعل الفنية الجميلة. كرة خطأ يقول الحكم لدفاع لدفاع فريق دفاع تجنات. عريبي بالرأس للحارس خيفة. شخريت سيكون مكان سمار وليس عبد الحفيظ. طبعا لا يستجيب سعيد حموش لضغوطات الجماهير لضغط الجماهير. طبعا هو يتصرف بفكره وبطريقة التي جمال منطقي. أني لعب في ميداني نخرج وسط ميدان ونزيد قلب هجوم. صحيح. وأظن أن اللاعب مطراني يمكن هو اللي يولي من جهة اليمنى ونراه يلعب الآن سمار. صحيح. أنا نظن هذه القراءة تاع سعيد حموش. تتعدل الأمور. يتعدل. نعم. الموقف. نعم. وخاصة بالطريقة اللي يلعب بها سعيد حموش وفريق أولمبي المدية. هو عبد الحفيظ يحاول تغطية بانتفاع يخرج الإبعاد من جديد. تمبيلي يتفوق تحضير لعددي على الجهة اليمنى وصلت لبحري. هناك ضغط من الجماهير وهناك تغيير وبطاقة صفراء بطاقة بديلة ورقة بديلة أخرى من جانب سعيد حموش. شخريط رقم 29 صاحب ثلاثة أهداف فيما كان سامر قدم عليه في المباراة أو الوقت الذي لعبه سامر. تعديل الخطة، تعديل الانتشار وكذلك توزيع اللاعبين. شخريط محمد لمين دي الورقة الرابعة البديل. طيب حضر مع بن ساحة أمامه بحر. بن ساحة يحاول يوزع كرة داخل منطقة العمليات. الدفاع يخرج بصعوبة كبيرة. تعود كرة من جديد للطيب
لا وجود لخطأ. لا وجود لخطأ. 50 جمال لعب من ساحة ويشكل خطورة كبيرة. خطورة كبيرة. تحكم في الكرة. نعم. استدراج المنافس والدفاع. نعم. سعيد مراوغ صاحب كرة ثابتة. يعني هذا ورقة رائعة في تشكيل فريق دفاع تجنيد. دمبيلي يغطي الكرة التي وصلت للحارس. أو خيط بعوش. عبد الحفيد يحاول قوي يراوغ ينجح يوصل الكره لعداني على الجهه اليمنى لشخريط. محمد لامين في اول كره يحاول يسدد من بعيد جانبيه. والشيحاتي رقم 22 سيكون بديلا للطيب من جانب الدفاع. اختمام المبادره من خلال المجهود ومن خلال تسديد ايضا سعيد. لاعب شخريط معروف بالتسديدات تاعو والتوغلات تاعو. ممكن يزيد اضافه كبيره لهجوم اولمبي المديه. من سجل شخريط 3 اهداف عدادي هدف وسمر هدف بالنسبه لاولمبي المديه اللي سجلوا لجانب لاعبين اخرين. ولكن 3 اهداف هي باسم محمد لامين شخريط. لك تغيير اخر في تشكيله دفاع تجنيد. شيحاتي محمد علي كرة خطأ بصافرة الحكم السيد إبراهيمي لمصلحة دفاع تجنيد الذي يشكل صعوبة. بن ساحة رائع ممتاز. نعم. صحيح نقول هذا بكل صدق من خلال ما نشاهد على أرضية الميدان. جمال صغير في السن ولكن تحس عنده خبرة وتجربة. يجيب لك لاعب مثل هذا يجيب مخالفات مثل هذا ويمد الأرياحية لأصحابه فوق الميدان. نعم 25 عام. نعم. التحكم في الكرة أيضا بالفعل. هذا مهم جدا في كرة ثابتة أخرى لمصلحة دفاع تجنيد. بن ساحة بلال شكل خطورة عدل النتيجة. كرة أخرى تضرب بأحد المدافعين بعدادي وتروح مباشرة إلى ضربة ركنية. ركلة ركنية لمصلحة دفاع تجنيد. خرج من منطقته يحاول أن يلعب في منطقة أولمبي المدية. كرة ركنية ملعوبة إلى بالرأس من هناك القائم الثاني ولكن لا مباشرة تروح إلى رمي التماس لأولمبي المدية الذي يجري وراء الوقت في محاولة لفك اللغز والمعادلة على أرضه وأمام جماهيره. يسافر جيدا في انتظار أن يتأكد الأمر بالنسبة للفوز على أرضه وأمام جمهوره في مباراة صعبة اليوم من خلال النتيجة المتعادلة. شخريط يحاول شخريط كرة إلى رمي تماس. حاولوا والحارس تسديدة من دمان. جماعة شفت لعب وسماحة تمريرة جميلة وجيدة يمدها المهاجم رقم 20 عددي دمان. يلعب كرة طويلة الاستلام من مونترالي ولكن تدخل من الدفاع من دائما من المدافع عايب في المكان المناسب. قراءة جيدة للكرات يتعذب بحري مع بن سماحة أو بن ساحة. هاي الكرة هي من دمان في إعادة للكرة السابقة. بحري يحتفظ بالكرة يمرر ثنائية بالخطأ يخرج الكرة فلول عددي رياض بينية التحضير مع عددي تدخل من الدفاع مساعدة من إزغوتي يخرج الكرة بحري من جديد شخريط بحري تقدير قراءة للكرة في هذه اللقطة والكرة السهلة
الوقت ويمر نتيجة وصلنا للدقيقة 70 نتيجة متعادلة بين الفريقين واحد مقابل واحد بين أولمبي على أرضه وأمام جماهيره أمام دفاع تجنات كرة طويلة هاي محاولة بالرأس من نعريب ينتظر المساندة من دمال ولكن توصل سهلة للحارس خيث طويلة الكرة بدأ يقول الحكم لا وجود لخطأ الدفاع يسترجع الكرة تعود من جديد الكرة الثانية عددي بعوش شخريت يحاول أمام اللاعبين ولكن التغطية الدفاعية من قائد المايسترو العايب محمد أشرف والخطأ يقول الحكم للدفاع أولمبي المدية بسرعة تلعب الكرة شخريت يحاول البحث عن الدادي تعود لبعوش الكرة الثانية راح يوسع كرة ولكن خاطئة كرة ليست عالية تعود من الدفاع محاولة الاحتفال بالكرة والخروج مقطوعة أولمبي المدية عددي من جديد يوسع كرة داخل العمليات والحارس بالكروش في حديث مع الدفاع الهدوء هو المطلوب في مثل هذه الأوقات الصعبة سعيد بالفعل بالفعل قلنا أنه الآن رانا نشوف المقابلة بدأت تهدأ شوية ولكن لازم لاعبي أولمبي المدية لو حبوا يسجلوا يرفضوا أكثر الريتم المباراة ودفاع تجنان يسير كذلك جيدا المباراة بن سعد ضيع الكرة هل كان هناك خطأ عددي هاي الكرة ممتازة لا وجود لخطأ شخريت يحاول والحارس شخريت في هذه الكرة الصعبة والخطيرة ولكن الحارس بالكروش في المكان المناسب لإنقاذ مرماه يتحصل على ذلك سعيد حموش الورقة الرابحة لم تكن رابحة في هذه الكرة واللقطة بالفعل بالفعل كان قادر اللاعب شخريت يلعب أكثر مع زملائه نعم بحد عن الزاوية اليمنى للحارس بالكروش الذي قرأ الكرة كما ينبغي ضاعت فرصة على أولمبي المدية لمضاعفة النتيجة تعود لعايب يوزع كرة لعريبي مباشرة تذهب إلى رامي التماس هريات بعوش ترخو داخل العمليات يحاول الحارس متابعة وتراني كان ينتظر في الخلف عبد الحفيظ كان بعيد الكرة كانت أقرب للحارس محاولات ولكن لم تأتي بالجديد لحد الآن دمع أمام لاعبين يحتفل بالكرة مقطوعة من عدادي ملعوبة مباشرة لبحري في توزيع الكرة ولكن تضرب لأحد المدافعين تضرب لترباح تروح لعدادي من جديد في كل مكان عدادي يلمس العديد من الكرة يوزعها عبد الحفيظ يطلب الكرة يرجع للدفاع لهريات بوتوق الخطأ تدخل من الخلف تدخلات طبعا واضحة موجودة الصلابة موجودة الصراع الثنائية موجودة سعيد نعم بالفعل جمال فريق دفاع تجنات الآن أو متمركز جيدا من الوراء حفيظ الآن سيخرج سعيد اسمح لي نعم تفضل حلوي سيدخل رقم 23 مكان حفيظ باش يلعب بالمرتدات نظن فريق دفاع تجنان تاوي قاعد جيدا للوراء باش يلعب بالمرتدات سيكون ذلك بعد هذه الكرة الثابتة والخطأ لبحري ملعوبة الكرة داخل منطقة عمليات الجزاء والدفاع يخرج الكرة الثانية تعود لمصلحة بحري ولأولمبي المدية
بمساحة في وضعية مدافع يخرج الكرة إلى رمي تماس. الآن التغيير وورقة أخرى في تشكيل سعيد حموش. عبد الحفيظ الحلوي رقم 23 في أول كرة خاطئة من جان حلوي يؤلم دفاع تجنان تعريبي لدمان الكرة مرت أطول من لازم. رامي تماس لهريات ولي هيا الكرة ومحاولة البحث عن عبد الحفيظ لكن الحارس والقراءة الممتازة للكرة. كرة خاطئة من هناك تسرع سعيد أحيانا في لعب الكرة. الآن هجوم أولمبي مدية دخل في مرحلة تسرع وهذا هنا شوف في هذه اللقطة هنا تعرف أنه اللاعبين الآن راهم متنرفزين حابين يسجلوا هدف الفوز وماشي بهذه الطريقة اللي يقدروا يسجلوا أهداف فريق أولمبي مدية. وتمركز الجيد كذلك أحيانا في الأداء السلبي سلبي نعم الكرات السلبية سعيد ليس في مصلحة الفريق وقد يؤثر على المردود الفردي والجماعي نعم للفريق. ورانا نشوفوا انه لاعبي اولمبي المديه راهم يلعبوا اكثر لاعب الفردي كل لاعب الجماعي هذا يساعد نعم. الفريق دفاع تجنيد بالفعل. كره في الوسط ملعوبه لبن ساح يغير المكان على الجهه اليمنى على الجهه اليسرى يلعب كره داخل منطقه الجزاء والدفاع طريق دمبيلي هريات يغطي الكره لبعوش يربح المساحه ملعوبه ل البديل شخريط ولكن الدفاع من جديد خطأ لدفاع أولمبي مدية بسرعة ملعوبة حلوي البديل باليسرى في وسط الميدان يلعب كرة هائلة من هناك على الجهة اليسرى محاولة المناورة المناورة والدخول الحارس في اللحظة الأخيرة هناك راية مرفوعة بعد تمريره جيده من حلوي اللاعب رقم 20 بالاعلام توغل جيدا ولكن دفاع 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 تجنانت عرف كيفاش يصد هذه الهجمه. ها هو بالاعلام والمرور ومحاوله الدخول في منطقه العمليات والجزاء ولكن الكره انتهت في يد الحارس بالكروش. كان دفاع تجنانت منذ بداية الموسم تلقى 8 أهداف طبعا يعني بمعدل هدف في كل مباراة سعيد نعم أو أكثر من ذلك بقليل ولكن في معدل هدف دفاع اليوم نعم دفاع تجنانت جمال في 3 مقابلات الأولى ولا 4 مقابلات الأولى كان انهزام ولكن بعد مباراة البرج عرف يسترجع الإمكانيات. خطأ يكون حكم لدفاع أولمبي مدية حاول المرور وعطوش سيكون مكان عريبي من جانب الدفاع. شكرا هشام. كرة الصراع شحات يدي الكرة تتحول إلى عملية هجومية بالإعلام من هناك ممتاز يوصل الكرة على الجهة اليسرى ولكن الدفاع يعتدي هذا بن ساحة هذا هو الخطير يلعب كرة مباشرة من هناك راية مرفوعة من حكم المساعد ودمان كان في وضعية تسلل. عطوش في مكان عريبي هداف الفريق ب5 أهداف اليوم لم يشاهد تقريبا عريبي سعيد انظر اليوم عريبي ما كانش في نهاره ولكن هذا ما يمنعش انه يسجل اهداف حساسه. بلالا يحتفظ بالكره تدخل صراع ينتهي بقطع الكره من جانب دفاع تجنانت عن طريق فرفول الدفاع دمبيلي بعوش يوصل الكره لعدادي من حسن حظه الكره خرجت وذهبت الى رامي تماس يلعب بسرعه
السرعة والتسرع والفرق واضح، السرعة في التنفيذ ليس هو التسرع في لعب الكرات وفي البحث. ديمبلي بمبدأ الأمان يخرج الكرة إلى رمي تماس. جمال ما كانش هناك بدء هجمة، بدء هجمة بتمريرات قصيرة ليقدروا يسجلوا بهم أولمبي المدية على غرار دفاع تجنان. اللعب الطويل اللي راهو يلعبوا المدية أولمبي المدية راهو يساعد أكثر دفاع تجنان. طبعا مازال فريق أولمبي المدية أو نمبادية كما كانت تسمى في عهد الاحتلال الروماني مازالت متعادلة بواحد مقابل واحد على أرضه وأمام جمهور الفريق يبحث عن فك هذا اللغز، وهذه المعادلة مستمرة لحد الآن قبل 10 دقائق أو أقل من ذلك من نهاية المباراة. كرة أخرى عملية حول الكرة على رمي تماس لأولمبي المدية فوق ملعب الإمام إلياس. الوقت يمر بسرعة ملعوبة من بحري، هناك خطأ يقول الحكم لمصلحة رياض أولمبي المدية. عددي أمام الكرة للتنفيذ الخطأ والكرة الثابتة. مدينة عاصمة تيتري كما كانوا تسمى أيضا. كرة من هناك، كرة ملعوبة إلى ممتازة والدفاع يخرج فوق الجميع. دمان أو أحد المدافعين، نعم هو دمان فوق الجميع لمساعدة الدفاع يخرج الكرة إلى ركنية اللي عدادي توفيق على مرتين. جديد وكل كرة أمامية أصبحت خلفية، سوء تفاهم في تنفيذ هذه أو لعب هذه الكرة. ينتظر بن ساحة وصل البديل رقم 22 شحاتي يحاول لكن عودة موفقة من جانب مطراني العائد لمساعدة الدفاع بقوة كبيرة بقلب كبير وبحماس. مطراني مسجل الهدف الأول لأولمبي المدية بطريقة رائعة من الأهداف النادرة المسجلة اليوم في هذه المباراة، ولكن هاي الأخطاء في التمرير ساعي. نعم بالفعل نظن لاعبي الآن لاعبي أولمبي المدية دخلوا في مرحلة نقص الثقة والشك، وهذه المرحلة هذه صعيبة لأي لاعب لأنه رانا نشوفوا أنه كرات سهلة راهي تضيع. الكرات الخاطئة مباشرة للحارس بالكروش. الهدوء مطلوب، التركيز أيضا مطلوب، عدم التسرع وليس السرعة في التنفيذ أمر مختلف تماما. بحري يوقف كرة، رمي تماس حاول بعوش ولكن كرة من جديد كرة خاطئة يقول الحكم في تنفيذ الرمية في وضعية نعم تماس إعادة تماس لفريق أولمبي المدية، خطأ في تنفيذ رمي تماس. نعم عدد استلم غير الاتجاه، مطرني يحضر، شخريت يحاول، ينتظر شخريت في صراع الدفع والخطأ. نعم بذكاء من جنب دفاع تجنت. نعم بديل شحاتي. جمال لاعب شخريت عنده إمكانيات ولكن كيدخل يحوس غير اللعب الفردي، متحمس سقط في فردية. نعم وليس اللعب الجماعي بالفعل، البحث عن اللعب بمجهود فردي. بطاقة صفراء لتضييع الوقت. وهوكاس نعم تضييع الوقت وبطاقة صفراء من الحكم السيد إبراهيم. ملعوبة طويلة بين هناك يحاول، الخطأ موجود، استعمال اليد من جانب عطوش.
واضح بأنه أحيانا سعيد أن أولمبي المدية من خلال المباريات السابقة وأنه عندما يلعب خارج أرضه يلعب بهدوء أحسن، نعم، بتركيز أفضل، بالتحكم في الكرة بهدوء مثل ما شاهدنا، نعم جميل، ولكن العكس عندما يلعب، نعم بالفعل. حاليا في الكرة الحديثة الفرق اللي تستقبل لازم هي اللي تلعب تدير اللعب، صحيح، لكن هل فريق أولمبي المدية ولا ممدي فاعتجننت ولا الفرق، هناك كثير من الفرق الجزائرية ما تعرفش تدير اللعب في ميدانها، تسرع تحب تسجل في الوهلة الأولى، تسجل في الوهلة الأولى، وهذا وضغط الجمهور، نعم بالفعل، طلبات متواصلة، ظن اللاعبين ما يعرفوش يبنيوا هجمة منتظمة تسمى بصبر، وهذا ما يخليهم يفقدوا شوية التركيز تاعهم ويفقدوا كثيرا اللاعب. شحات هو بطاقة صفراء، بطاقات صفراء عديدة اليوم في هذه المباراة، كرة ثابتة مصلحة بن صاحب الروس، مرت إلى ركنية يقول الحكم، لعب ديمبيلي قصها، ديمبيلي، نعم ديمبيلي هو اللي لعب الكرة، ديمبيلي أو بولتوك، تنتهي الكرة إلى ركنية لبن ساحة، بلال صاحب هدف التعديل وبطريقة ممتازة من كرة ثابتة إلى القائم الأول والدفاع، خرج الكرة موتراني من جديد، الكرة إلى ركنية، كرة صعبة، صعبة صعبة جمال، خصوصا أنه لاعب بن ساحة يضربهم جيدا، كرة قوة ملعوبة إلى القائم الثاني والحارس من جديد، الدفاع والحارس تمكن من هذه الكرة، ذهبت إلى، نعم ليس هناك قوة من الحارس في السيطرة، نعم، على الكرة وضرب الكرة جمال، هذه الكرة جت عند الحارس والحارس لم يستطع إمساكها، نظن أنه العموم المقابلة الآن بدأت الريتم يهبط، إلا إذا غلط أحد اللاعبين نظن ما يقدروا يسجلوا الأهداف، خطأ موجودة في الكرة وهي تلعب إلى آخر صافرة للحارس بالكروش، يربح وقت، كرة طويلة، ديمبيلي بالرأس، دمان، تعود الكرة من جديد، موتراني في الوسط، ثلاثية عددي، اقطع ضائع، الكرة تحول إلى عملية هجومية بيننا من هناك، لا وجود لوضعية تسلل، صعبة وخطيرة الكرة من شعات البديل، والدفاع في المرة الأولى وفي الثانية، بحري في هجمة أخرى وكرة لمصلحة أولمبي المدية، تلعب لحلوي على الجهة اليمنى، محاولة من حلوي، تمكن من هذه الكرة حلوي، يمر حلوي، يلعب حلوي ولكن الدفاع يخرج الكرة من جديد، عدادي يغير الاتجاه مباشرة من هناك باتجاه شخريط، ولكن الدفاع يخرج الكرة إلى ركنية لمصلحة أولمبي المدية، كان بالإمكان أحسن مما كان في هذه الكرة استغلال التفوق العددي ونقل الكرة بصعوبة كبيرة، والدفاع من جديد، هاي ثلاث دقائق تضاف إلى هذا الشوط الثاني، في انتظار نهاية الوقت الرسمي للمباراة، في انتظار نهاية 90 دقيقة، النتيجة متعادلة وكرة ركنية لعدادي، قائم الأول، الدفاع دمان يخرجها، تعود لعدادي من جديد إلى رمي تماس، هذه المرة الدفاع يخرج كرة ثانية لأولمبي المدية، بولتواك غير في العرض، باوش بعيد جمال، هنا رانا نشوفوا انه المقابله على العموم بدات تتكافئ، فريق اولمبي المدية حابس الجل، ولكن دفاع تاجنان تراه متمركز جيدا، راه يلعب بلوك با، بلوك ديفونسيف با، وما يخليش ماهوش يخلي فراغات
لمهاجمي أولمبي المدية. سعيد، ولكن نعم. هذه الكرة كان نعم. بالإمكان استغلال هذه الكرة ولعبها بطريقة أفضل وأحسن. نعم. تسديد من بعيد بطريقة غريبة. جمالك قلت أنت اللاعبين دخلوا الآن في تسرع، خلطوا ما بين سرعة وتسرع وما يقدروش يسجلوا أهداف هكذا. أماشي سيكون آخر بديل من جانب الدفاع مكان بن ساحة، اللاعب الكبير رائع اليوم في هذه المباراة، وسجل هدف التعديل. يوجد هذا خطأ، كرة اليوم دفاع تجنات بن ساحة مقطوع. شخريط يحاول شخريط البينية ولكن تضرب بالمدافع عايب. لا بتربح وتروح الى ركنية لعدادي واولمبي المدية. عماشي رقم 8 بن ساحة. بلال ادى مباراة كبيرة. نعم نعم. نجم المباراة مع عدادي بدون منازع وبكل روح رياضية بكل صدق واخلاص. معدل النتيجة في الوقت القاتل للشوط الأول. طبعا تحياتنا للجالية الجزائرية التي تتفرج على هذه المباراة من خارج. هناك رسائل من كندا. ملعوبة من عدادي إلى الكرة، تعود من جديد عدادي، ترويض ممتاز. عدادي يحاول الدخول داخل منطقة العمليات، الدفاع في وضعية صعبة. يخرج الكرة من جديد طرد من جانب أولمبي المدية. ثانية من الوقت البدل الضائع وركنية أخرى لعدادي. القائم الأول خرجها دمان، تعود من جديد شخريط. عدادي يتمكن من الكرة، التوزيع الأرضية، الدفاع في المكان المناسب، الإبعاد لدمان. بحري دامبيلي يوزع كرة عالية، تعود من جديد موتراني. حاولت المراوغة، عدادي كان ينتظر، وصلت الكرة هاي الكرة، التوزيع الأرضية من عدادي داخل منطقة الجزاء. الدفاع يتفوق، بعوش في صراع على الكرة والتفوق من جانب دفاع تجنانت للبديل عطوش. راي مرفوع، هناك كرة خارجة، رمي تماس لأولمبي المدية. جمال أظن أن العقدة ما زالها مستمرة. نعم. الدفاع فوق يخرج الكرة عن طريق وكاس، تروح مباشرة لبولتواك لأولمبي المدية الباحث عن كرة أخرى. أمبيلي خطر لي بولتواك، كرة والحارس. دفاع تنجنات لعب على الصلابة على البحث عن نقطة. جمال دفاع كان دفاع جيد على أمام على مرمى. صافرة الحكم السيد إبراهيمي تعلن عن نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين الفريقين. سجل لمصلحة أولمبي المدية طبعا، ولكن تعديل أيضا من جانب بن ساحة بكرة ثابتة، كرة موتراني بطريقة رائعة. ماذا يمكن أن نقول سعيد؟ هدفين جميلين، شوط أول لأولمبي المدية، شوط ثاني نوعا ما لدفاع تجنانت. نظن المقابلة العموم متكافئة، وأولمبي المدية مازال عنده العقدة هذه مستمرة داخل الديار. شكرا لك سعيد. شكرا جمال. شكرا لك هشام. شكرا.